طب كده بيسجل؟ لا ايوه كده ابتدى تسجيل خلاص. تمام ماشي تمام اوكي. هنبدأ الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة اللي هو ازاي نعمل نيجيشن للسنتنسز اللي هي في السامبل بريزنت تنس. احنا اتفقنا ان البريزنت سامبل تنس او السامبل بريزنت تنس هو ليه شكلين، يا اما الانفينيتيف بس مع اي ويو ويو دي، يا اما الانفينيتيف بلس اس اور اي اس، ولما يكون واي الواي يا اما بنشوف الفيرب الساوند اللي قبلها كونسونانت ولا باول وبنتصرف ازاي، وده قلناه في السيشن الاولاني. طيب بناء على نفس الكلام كده احنا بنشوف ازاي اذا كان في الانفينيتيف هننفيه باما دونت دو نوت، يا اما الاختصار بتاعها دونت دو نوت او اختصارها دونت. وطبعا الكلام ده هيكون في الفيرب اللي هو الانفينيتيف بس، لما يكون الجمل اللي فيها الانفينيتيف بس، او بتتنفي بداز نوت او دازنت، ودازنت دي الاختصار بتاعها الشورت فورم، والشورت فورم ده معناه انه هي بقت كلمه واحده، يا اما داز نوت كلمتين، داز ونوت مع بعضها كلمتين، لكن دازنت هنا دي كلمه واحده، ودونت كلمه واحده، دو نوت دي كلمتين. الشورت فورم معناه انه كلمه واحده، وده يعني ده اكيد بيجي مع الفيرب اللي هو بيكون فيه اس او اي اس، لما نحب ننفي بنقول دازنت او داز نوت او دازنت. وطبعا بعد كده بنجيب الفيرب في الانفينيتيف، لان احنا ادينا النفي وادينا الداز للفعل اللي هو داز نوت ده اللي بننفي فيه. ناخد اكزامبل افضل، بيقول يو سبيك فرنش، وده الافيرماتيف. افيرماتيف معناه الاثبات، معناه ان الجمله مثبته مش منفيه، عايزين ننفيها. طب الفعل ده شكله ايه؟ يو سبيك، الفعل هنا ده في المضارع البسيط ومن غير اس، يبقى هننفيه يا اما بدو نوت او دونت. فهنا بيقول يو دونت سبيك فرنش، وطبعا هو الفعل هيبقى في المصدر زي ما هو، مفيش تغيير، لكن كل الحكايه اللي بتيجي ان بنجيب دونت وبنجيبها قبل الفعل. فهنا بيقول طبعا دونت دي بتبقى قبل الفعل، هو ده اللي بيقوله لنا، ان بتبقى قبل الفعل يعني ما بين الفعل وما بين الفاعل، يعني ده معناه. طب نشوف جمله ثانيه، هي سبيكس جيرمان، هي سبيكس جيرمان. هنا سبيكس دي ده فعل وفي اس، طب الفعل اللي فيه اس يتنفي ازاي؟ يتنفي بدازنت. وفي حاجه مهمه جدا انها بتيجي فعلا قبل الفعل، لكن في حاجه مهمه كمان ان الفعل نفسه بيجي في المصدر، بيجي في الانفينيتيف. هنا كان الفعل فيه اس، فاحنا الاس دي رحنا وديناها للداز وادينا داز دي النفي اللي هو دازنت، وكمان الفعل الاساسي بقى احنا رجعناه للانفينيتيف، يبقى احنا بنجيب دازنت او داز نوت حسب احنا عايزين نجيب شورت فورم الاختصار ولا نجيب الكلمتين مع بعض. وفي الحاله دي بنجيب بعديها الفعل في الانفينيتيف والجمله بقيتها ما فيهاش اي تغيير. طيب نشوف الاكزامبلز الموجوده في البايبل. There is therefore no now no condemnation to those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh but according to the spirit. والكلام ده موجود في رومانس 8:1 اللي هي الايه اللي معناها اذا لا شيء من الدينونه على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. والكلام ده هنلاقيه في رساله روميا اصحاح 8:1. طيب نيجي نشوف بقى النفي بيقول ايه، who do not walk according. Do not walk according معناه ان هم السالكين ليس حسب الجسد، الذين لا يسلكون حسب الجسد. فاللي خد النفي هو الفعل، لانه في الانجليش اللي بياخد النفي هو الفعل. اللي بياخد النفي هو الفعل. طب بيتنفي ازاي؟ بيتنفي بدون صوت راح. راح فين؟ طيب ما في صوت. سامعني؟ انا سامع حضرتك لكن الدكتوره لا. كفايه الصوت بتاعنا احنا كده يعني. مش عارف الدكتوره عندها الدنيا بتظبط. هو في مشكله تقريبا عند الدكتوره ايمان. واضح ان الجهاز فيه مشكلة عندها. طيب يا جماعة اتصل بيه يعني ولا اعمل ايه؟
مش عارف، انا رأيي بصراحة ان احنا نأجل البتاع ده لحد ما الدكتورة تظبط الجهاز عندها. دي ثاني مرة على فكرة، هي برضه المرة اللي فاتت كانت كده دي كذا، لا وكمان حتى تلاقي في المحاضرة نفسها تلاقي الصوت بيقطع والدنيا مش مظبوطة قوي يعني. حاجة مختلفة غير دلوقتي هنا مثلا love doesn't invade. يا دوب الصوت كان قاطع يا دكتورة، لسه حضرتك الصوت جاي دلوقتي حالا. طيب هو واقف من عند فين حضرتك؟ واقف من اول ما حضرتك قلت هو don't walk، اللي هو النفي اللي كان في الآية بتاعت اللي هي ليس بحسب الجسد. طب الآية الثانية لما حضرتك قلتي النفي بيجي للفعل، النفي الفعل هو اللي بيقعد النفي من اول هو don't walk. ماشي اوكي. الآية الثانية مفيش ما كانش في صوت خالص، تمام كده؟ ليه يا دكتورة مفيش في صوت؟ ان كان في مكالمه جت وانا وقفتها، فغالبا لما جت المكالمه وقفت صوت التسجيل. ابونا بولا ولا ايه؟ نعم ابونا بولا. لا مش ابونا بولا لسه، حضرتك عندك اجتماع دلوقتي باين. حاضر ما هنخلص خلاص. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. اللي هو يا اخواتي لكم ايمان ربنا يسوع المسيح بالمجد في المحاباه. فهنا my brethren دي يا اخواتي، مش my brother. لو كانت my brother كانت doesn't، لكن my brethren دي الجمع بتاع my brother، فعلشان الجمع ده فطبعا هنا لو شلناها هنحط مكانها they، فدي مش هتاخد doesn't لكن هتاخد don't. فعشان كده نقول don't كده او don't، يعني do not او don't. هنا طبعا do not اللي هي مش اللي هو مش الفورم، مش الشورت فورم الشكل المختصر، لكن ده الشكل الكامل، يعني كلمتين كل كلمة لوحدها. طيب نشوف هنا مثلا بادي ب don't rebuke an older man but exhort him as a father. هنا الجملة دي صحيح انها مضارع بسيط، لكنه الجملة دي مختلفة شوية عن الجملة اللي قبلها، ان دي جملة امر، او يعني لا ممكن نقول نصيحة، لا تضجر شيخا بل عزه كأب. فجملة لو حضرتك تفتكروا اول مرة خالص تقبلنا في الجرامر كنا بنقول انه ما فيش في جملة النصيحة او الامر او كده، لانه الامر ممكن يكون نصيحة وحاجات تانية ليه استخدامات تانية، الجملة الامر ما فيهاش فاعل، لكن دايما بيكون معروف ان هي يو يعني انت او يو انتم، يعني سواء كانت يو للمفرد او الجمع. فيو مش هتاخد doesn't اكيد، يو هتاخد الفعل في المصدر من غير است او اي اس. فعلشان كده لما نيجي ننفي هنقول سواء كان don't دي او do not، وبعدين الفعل هو اصلا rebuke اللي هي لا معناها لا تذكر، لا تذكر. طب نشوف دي love doesn't invade. Love doesn't parent itself but أو it has puffered up. معناها محبة لا تحسد، محبة لا تتفاخر، محبة أو لا تنتفض. طب love دي إحنا لو شلناها المحبة دي هنشيل مكانها ونحط مكانها it. طب it هتاخد إيه؟ هتاخد الفعل، لأن إحنا اتفقنا إنه هي وشي وإت بياخد الفعل في إس أو إي إس، سواء كان إس أو إي إس. ففي الحالتين النفي بتاعه هيكون does not أو doesn't، والفعل نفسه بقى المين فيرب بعد ما نحط doesn't وقبلها، او سواء كانت بقى الشورت فورم اللي هو الشكل المختصر او الشكل الكامل، الفعل نفسه بنرجعه للانفينيتيف، بنشيل منه الاس ونحطها الدز، والنفي بتاخده دز برضو يبقى doesn't وبتيجي قبل الفعل، والفعل نفسه بنرجعه للانفينيتيف، فتكون love doesn't invade, love doesn't parrot itself, it is puffered up. طيب برضه نفس الكلام هنا but a scoffer doesn't listen to rebuke. المستهزئ لا يسمع انتهارا. A scoffer دي لو شلناها ممكن نحط هي او شي، يعني المستهزئ ده ممكن يكون واحد او واحده، هي او شي. طب هي او شي هياخد طبعا الفعل في الاس، يبقى هنا listens. طب listens دي يبقى لو حبينا ننفيها نقول does وتاخد not ولسن ترجع للمصدر بتاعها. نفس الكلام هنا don't lie to another to one another، دي نفس الكلام نصيحة، فالنصيحة ما فيهاش فاعل، وطب بما انها ما فيهاش فاعل فالفاعل هو مفهوم انه يو سواء كان مفرد او جمع. طيب نشوف نقطة تانية. يبقى احنا كده الاشكال اللي دايما هنلاقيها في اي زمن اللي هو اليوسج بتاعته، استخدامات بتاعته، الفورم بتاعه، الشكل بتاعه شكله ايه. هنلاقي كمان ازاي ننفيه، واحنا اتفقنا دلوقتي ازاي بننفي المضارع، فعل المضارع البسيط لو من غير اس يبقى بدونت، او لو باس يبقى دازنت، والفعل نفسه بنرجعه للانفينيتيف. النقطه اللي بعدها ازاي نعمل منه يس نو كويستشن او ويذر كويستشن، ازاي نعمل سؤال بهل.
it is always called whether أو if questions. وإحنا اتفقنا إنه whether أو if question ده طبيعة السؤال ويس نو دي طبيعة الإجابة. طب إزاي نعمل سؤال؟ نيجي تاني لو حضرتك تفتكروا مرة فاتت كنا بنتكلم على تكوين السؤال auxiliary verb، وبعد كده اللي هو إيه auxiliary verb؟ auxiliary verb في حالة المضارع البسيط هيكون do أو does. طب يعني مش الاثنين مع بعض، واحدة منهم. طب ده بيجي بناء عن إيه؟ بيجي بناء عن الverb. الverb اللي هو مين؟ الverb اللي هو الأساسي في الجملة. وإحنا ما نشوف دلوقتي يعني example الدنيا هتبقى أوضح معنا. وبعد كده السبجكت، بعد كده الفيرب، وطبعا لازم هيكون في الانفينيتيف لان هنا دو او داز. دو هي كده كده الفعل في الانفينيتيف، ولو داز يبقى هو ده اللي خد الاسم والفعل يجي في الانفينيتيف زي حاله النفي. وطبعا الباقي في الاخر لو بنسال بهل، لو احنا بنسال باداه استفهام دبليو اتش وورد يبقى هنا مع حذف ما نسال عنه. طب نيجي نشوف اكزامبل. بيقول they drive to the city on monday of on mondays. طب they دي اللي هي السبجكت، وبعدين الverb drive، وبعدين الكومبلمنت او بقيه الجمله to the city on monday. طب فين الفعل؟ هو درايف. عايزين نعمل سؤال، هنشوف من درايف ده فعل من غير اس وفعل في المضارع البسيط. بما انه في المضارع البسيط من غير اس يبقى هنجيب مكانه الاوكسيلري فيرب دو. طيب احنا جبنا دو خلاص. طيب بعد دو هنلاقي السبجكت بقى اللي هو they، هتيجي مكانها زي ما هي مش هتتغير. الverb الفعل الاساسي درايف هو في الانفينيتيف، وهنا نجيبه في الانفينيتيف فهو هو زي ما هو. طبعا بقيه الجمله وعلامه استفهام لان السؤال ده اللي هو سؤال بهل. طيب نيجي نشوف اكزامبل ثاني. هي اولويز تيرنز اوف ذا لايتس، هو دايما طول ما ماشي يطفي الانوار، طالما بيخرج من المكان بيطفي الانوار، معناها كده. طيب عايزين نعمل سؤال اللي هو whether question او yes no question. زي ما اتفقنا لازم auxiliary verb. طب الauxiliary verb بيجي منين؟ بيجي من الverb. الverb اللي هو turns. turns دي هيجي منها الauxiliary verb does. طب ونفس بقى turns دي ترجع لأصلها اللي هي الانفينيتيف بتاعها. طيب خلاص احنا جبنا الauxiliary verb وعرفناه من الفعل بتاعنا، هو مضارع بسيط من غير s يبقى do، مضارع بسيط بs يبقى does، وفي نفس الوقت نفس المضارع نفسه الفيربل في المضارع ده يرجع للانفينيتيف طالما جبنا داز، سواء كان في النفي او في السؤال. طيب بعد كده السبجكت هنجيب هي، بعد كده الفيرب في الانفينيتيف اللي هو تيرنس. طب طبعا اولويز هتنزل زي ما هي، اولويز زي ما هي، لكن هنا لان احنا بنسال عنها تيرنس مش هتبقى تيرنس، هتبقى تيرن. ليه هنا جت تيرن؟ لان جت مكانها داز، جه الفيرب ده الاس دي جت في داز، يبقى always turn off the lights question mark. طيب مدينا مور examples تانية، هي سهلة عموما سواء كان do أو does، بس نشوف examples تانية اللي هي ال WH question. وفي عندنا example من الكتاب المقدس بيقول do you not، هنا سؤال المنفي، ده سؤال منفي. طبعا هنا سؤال منفي auxiliary verb الفاعل، وبعدين أداة الاستفهام not، والفعل في الانفينيتيف زي ما هو ونفس الكلام ده. السؤال المنفي هيكون هو بالظبط زي ال، حضراتكم سامعيني كده؟ كده سامعيني كده دكتورة، اتفضلي. طيب السؤال المنفي هيبقى بالظبط هو زي السؤال العادي اللي هو السؤال الweather question، بس بنحط نوت نفس الاوردرز بتاع الكلمات بتاعته اللي هو الاوكسيلري فيرب والسبجكت وبعدين النوت، ونفس الكلام هو. نيجي بقى نشوف ال WH questions اللي هي الـ الأسئلة اللي بتبدأ بـ WH word. واتفقنا الـ WH word زي what و where و when والكلام ده اللي احنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت. طب نشوف تكوين السؤال نفسه هيكون ازاي. هيكون WH word في البداية، وبعدين الـ auxiliary verb سواء كان do أو does حسب الفعل في الجملة، هو فيه is ولا ما فيهوش is، وبعدين السبجكت، وبعدين الفيرب في الانفينيتيف في الحالتين سواء كان دو او داز هو الفيرب في الانفينيتيف. وطبعا بما ان احنا بنستخدم دبليو اتش وورد، فاحنا مره مثلا نقول هوير فكده يبقى في مكان نحذفه، ونقول وات يبقى ما او ماذا، نحذف اللي بنسال عليه ما او ماذا. لو مثلا وين يبقى نحذف الزمان، واي يبقى نحذف السبب، يبقى وهكذا. يبقى احنا عشان كده بنقول هنا مع حذف ما نسال عنه. طيب نيجي نشوف الاكزامبل. they train the train leaves him for the train leaves at هي مش day. the train leaves at 2 a.m.
2 AM معناها 2 الفجر يعني. AM معناها أنه بعد الساعة 12 منتصف الليل. فهنا طبعاً ده ترين، لو شلناها هنحط إت، فبما إن في إت يبقى هنا الفعل هيجي فيه إس. طب إحنا عايزين نعمل منه WH word، اتفقنا أنه الـ order بتاع السؤال اللي هو WH word auxiliary verb subject الverb في الانفينيتيف في الحالتين، وبعدين الكومبلمنت بقى يعني حسب اللي موجود، سواء كان فيه كومبلمنت ولا بنسأل عنه ولا ايه، فاحنا مش عارفين. طيب نيجي نشوف في السؤال هنا، هو بيسألنا بهوين، طالما فيه وين يبقى احنا هنحذف ايه؟ هنحذف الزمان، او اللي هو الزمن اللي موجود عندنا هو ايه هنا 2 AM، هو ده الزمن، وكلها بقى على بعضها اللي هي at 2 AM دي كلها تتحذف. طيب احنا جبنا مكانها when. طب بعد ال WH word هنجيب ال auxiliary verb، هنا الفعل فيه اس يبقى ال auxiliary verb does، وكده كده اتفقنا بعد ال auxiliary verb بيجي subject يبقى train، وبرضه اتفقنا انه ال verb في حالة لو جبنا does او جبنا do هو كده كده ال verb في الانفينيتيف، يبقى هنجيب هنا leave. طب هل في حاجة تانية بعد leave؟ اه في، بس احنا حذفناها اللي هي at to m، حذفناها لما جبنا مكانها when، يبقى مفيش هنا حاجة بعد ال verb، مفيش حاجة، يبقى نحط على طول بعدها question mark. طيب ناخد اكزامبل تاني. هنا what، اصل الجمله دي كانت I want to مثلا drink a cup of tea مثلا، يبقى what do you want، السؤال الجمله هي I want to drink a cup of tea. طب يعني احنا حابين نسال نقول انت عايز تعمل ايه، هو ده السؤال اللي قدامنا، يبقى هنجيب what اللي هي ال WH word وبعدين ال auxiliary verb do، لانه you أو I مش بتاخد الفعل في الاس، فكده كده هتاخد do، وبعديها السبجكت يو، وبعديها الفعل في الانفينيتيف، واحنا حذفنا اللي هو الحاجة اللي هو عايز يعملها لأن هي دي اللي سألنا عليها بط، وبعد كده question mark. هنا why does she shout at you، هي ليه بتزعق لك أو بتكلمك بصوت عالي. هنا why معناها أنه كان في سبب في الجملة وتشال وجبنا مكانه why، وبعد كده الاوكسيلري فيرب داز لان شي بتاخد الفعل في الاس داز، وبعدين السبجكت شي، وبعدين الفعل في الانفينيتيف، وبقيه الجمله ات يو، وسبب محذوف لان ده اللي بنسال عنه كويستشن مارك، وهكذا بقى. هنا في when يبقى معنى كده كان في زمن واتحذف، why كان في سبب، how much اللي هي يعني تمنها قد ايه، how much does the ticket cost التذكرة دي بتتكلف قد ايه، يبقى how much هنا يعني ما ثمن، why هنا برضو معناها دي كلها examples جاهزة يعني، دي questions كلها معمولة، وحضراتكم لو بصيتوا على الorders ده اللي هو WH word auxiliary verb subject verb infinitive وبعدين question mark ونحذف اللي بنسأل عنه، فدي هتبقى دي examples للتكوين. طيب بعد كده بنشوف examples من الكتاب المقدس، هنشوفها سريعا كده علشان الوقت، انا مش عارفة اخباره ايه، وعايزين ناخد كمان حاجة تاني. هنا بيقول why then كفاية يا دكتور. ايوه دكتور جورج كفاية لو ممكن يعني كفاية. طيب examples دي سهل نقراها بس ماشي خلصي يعني بلاش ندخل في موضوع جديد. طيب احنا كنا محتاجين بس نعمل يعني كام جملة translation، فمش عارفة الأخبار ايه. اتفضل يا دكتور اتفضل. مش هتاخد 5 دقايق يعني. هنا الآية دي بتقول praying always with all prayers and يعني كده بقى هي اللي باقي في الجرامر اللي هو المودلز أو الإكزامبلز from the Bible والإكسرسايزز. حضراتكم المرة اللي فاتت في حد من حضراتكم بعت لي يعني الحل على الواتساب، المرة دي برضو ومحدش بعت الباقي معرفش ليه، فأتمنى أن حضراتكم تحلوا وتبعتوا لي أصححوا ويعني يكون في فيدباك كده بينا أن الدنيا ماشية زي praying always with all prayers and the supplications in the spirit، والكلام ده هنلاقيه Ephesus 6:18 والترجمة لو حبينا نترجم الآية دي هنقول praying يعني مصلين always دائما with all prayers بكل صلاة and supplications وطلبات بالروح، فلو حبينا نترجمها هتكون مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. طيب هي فين يا دكتورة حضرتك مش جايبها ليه على الشاشة؟ 87 صفحة 87 في المذكرة يعني ان انا عملت لها شير خلاص هي صفحة 87 يا حسام خلاص تمام 87.
there is no peace, says my God, for the wicked. معناه ليس سلام قال إله الأشرار. والكلام ده هنلاقيه في إزياء 57 يعني الشابتر إصحاح 57 الآية 21. Then you shall call and the Lord will answer. حين إذن تدعو فيستجيب أو يجيب الرب. والكلام ده برضه هنلاقيه في إزياء 58:9 أشعية إصحاح 58 الآية 9. But he who puts his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. وهنا مي في الجملة الأولانية أو في السطر الأولاني مي دي معناها إنه المتوكلون علي أو المتوكل علي. فالمتوكل علي ده اللي هو علي ده على ربنا يعني. فعلشان كده مي دي الضمير ده يعني مكتوب كده بالكابيتال لتر لأنه بيرجع لربنا. فبيقول أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي. He restores my soul, my soul. He leads me in the paths of richness for his name's sake. ودي معناها يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الكلام ده هنلاقيه Psalms 23:3. Thank you very much for your patience and for your good listening. This lecture يعني well covered أو covered two parts. The first part was grammar, the present simple tense, and the second part was translation. Thank you for very much for you, and I wish you all the good. Thank you very much. شكرا لحضرتك. Thank you, doctor. Thank you, doctor. شكرا. شكرا دكتور جورج. عفوا يا باشا. اوكي الى اللقاء. الى اللقاء. سلام يا شباب. مع السلامه.